السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتم يا أصحابي؟ بخير والحمد لله. النهاردة إن شاء الله يا أصحابي هنشرح حرف الشين. أنا جبت لكم صورة الأول عشان نشوف شكل حرف الشين في أول الكلمة. دي صورة إيه يا أصحابي؟ ها شطار. صورة شعر. صورة إيه؟ شعر. جايب لكم كمان صورة. ها صورة شجرة. تبقى شين ايه؟ فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ ها شين فتحة. شجرة شجرة شجرة. تعالوا نشوف يا أصحابي حركات حرف الشين. طبعا احنا عارفين يا أصحابي ان احنا عندنا اربع حركات قصيرة، وهي الفتحة والكسرة والضمة والسكون. اما الحركات الطويلة وهي مد بالالف ومد بالواو ومد بالياء. شين فتحة شا شا. شين فتحة شا. شين كسرة شي. شين كسرة شي. شين ضمة شو. شين ضمة شو. شين ساكنة شا. شين ساكنة شا. شا شي شو. شين ساكنة يا أصحابي، شفتوا نطقتها ازاي؟ شا غلط طبعا، لازم يا أصحاب يجي حرف قبلها، لأن حرف الساكن عمره ما بيتنطق لوحده، لازم يجي حرف قبله. أنا قلتها واستنيت حد منكم يقول لي إيه ده يا ميس، أنت إزاي نطقتي حرف الشين لوحده؟ بس محدش فيكم اتكلم. لكن حرف الساكن يا ولاد، الحرف الشين الساكن أو أي حرف عليه سكون عمره ما بيتنطق لوحده، لازم بيجي حرف قبله. تعالوا نشوف يا أصحابي كلمات بها حرف الشين. ها صورة ايه دي؟ شمس. شين فتحة شا. شمس. شين فتحة شا. شمس. شين فتحة شا. شمس. الميم هنا يا أصحابي عليها ايه؟ سكون، عشان وقفت عندها. شمس. شمس. شين كسرة شي. دي صورة ايه يا أصحابي؟ ده اسمه شراع، الطويل العامل زي المثلث الطويل ده. شراع. 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 طبعا يا اصحابي فيها مد بايه؟ بالالف، والممدود هو حرف الراء. تعالوا نفتكر مع بعض كده المدود. حروف المد ثلاثه، الف واو ياء. حرف المد لا يشكل ولا ينطق. حرف المد لا يشكل ولا ينطق. وعارفين يا اصحابي ان حرف المد عمر ما بيجي فوقه لا فتحه ولا تحته كسره ولا فوق سكون ولا ضمه، دايما بيجي حرف المد معهوش اي حاجة ولا طبعا همزة. شراع. شراع. شين كسرة شي. شراع. شين ضمة شو. شع. لا تن. طبعا يا اصحابي حرف الشين مادد ايديه، وده حرف العين في وسط الكلمة، فتح ايديه من هنا ومن هنا، وده حرف اللام وديت التاء المربوطة. شعلات. شعلات. وقفت عند حرف العين لأنه حرف ساكن. شعلات. 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 مش مشون. دي صورة ايه يا اصحابي؟ مش مشون. حد عارف يا اصحابي حرف الشين هنا مكتوب مرتين، مرة وهو ساكن ومرة وهو متحرك. شين اول في اول في وسط الكلمة اللي هي اول واحدة. مش مشون ديت مش ميم ساكن. مو شون ديت ميم متحرك. شين متحركة. طيب يا اصحابي حد عارف ان المشمش المشمش بيطلع في الصيف ولا في الشتاء؟ برافو، فصل الصيف. فصل ايه؟ الصيف. مش موشن. مش موشن. مش موشن. وبكده يا اصحابي نكون خلصنا حرف الشين. اشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه بشرح حرف جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.